صباح الخير ومرحبا بكم. اليوم مباشرة من سوق الرحبة بي سيدي بوزيد، فكرة على بعض أسعار الخضر والغلال الموجودة اليوم لهنا. الفقوس 4500، القرعة الأحمر 3750، قرابو الطزينة 1600، البدنجان 3500، معدنوس 600، فلفل حلوب 3500، الحار ما بين 2800 و3000، البطاطا ب 2000، الطماطم ما بين 18100 و2000، النعناع ربطه ب 500، الكرافس 600، الجلبان 16100، الفول بدينار، اللفت بدينار، البصل اخضر ب 500، بالنسبه للغله الفريز ب 7000، البنان 3500 7000، التفاح ما بين 4000 و 5500. بالنسبه للحوم كالعاده الحم العلوش 28 دينار والحم البقري ب 28 دينار.